احنا معانا تليفون يا دكتور. أوكي. ناخد استاذه منى. اهلا وسهلا. الو، مساء الخير. مساء الخير حبيبتي، اتفضلي. اهلا بيكي. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي دكتور معاكي. اتفضلي. اهلا. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ قولي لي بقى، ايه مشكلتنا؟ هو انا يا دكتور بسبب الحمل والولاده طبعا. أوكي. عندي منطقه البطن عاليه جدا. أوكي. هي والجناب. اوكي. فكنت عايزه اعرف هو بيتا هينفعني، وكمان عايزه اعرف هو وانا كملت الكورسات بتاعت بيتا او الكورس في تثبيت بعد كده عشان ما ارجعش تاني؟ حلو قوي. طب ممكن هرد عليكي بالتفصيل؟ طب بس اسال سؤالين بعد اذنك. انت زايده يعني، سواء انا من كلامك فهمت ان انت حملتي اكتر من مره، فالتوتال الزياده النهائيه بعد الحمل كله زايده عن وزنك الطبيعي كام كيلو؟ لا بزيد كتير، يعني بزيد 15 كيلو. يعني انت حاليا زايده عن وزنك العادي قبل الحمل كله 15 كيلو ولا ازيد؟ لا ازيد، انا في كل حمل بزيد بال 15 كيلو. اوكي. وارجع تاني. طب المجموع بقى، يعني اديني المجموع النهائي. يعني انت وزنك حاليا كام وطولك يعني كام؟ حاليا 90. 90 وطولك؟ وطولي 158. 158. اوكي، احنا بنتكلم تقريبا في 30 كيلو زياده في الوزن. ده حاملين ولا كانوا اكتر؟ حاملين. حاملين. اوكي. وعندك طبعا منطقه البطن السفليه مترهله وحجمها كبير شويه. جدا جدا يا دكتور. والجناب. طب سؤال بعد اذنك، بعد الحمل، وانا عارفه ان الاجابه يعني متوقعاها للاسف، خدتي اي فيتامينز بعد الحمل؟ ان احنا بناخد في الحمل عادي، ده الطبيعي، لكن بعد الحمل خدتي اي حاجه من الفيتامينز؟ بصراحه لا، يعني دايما دكاتره بيقولوا لي وانا بكسل وما باخدش. ما هي دي اجابه متوقعه، فانا مش هلومك. يعني كل الاهتمام بيبقى قبل الحمل عشان البيبي. بالظبط كده. طب انا هرد على سؤالك بالتفصيل، احنا ما بنرضعش دلوقتي صح؟ لا ما برضعش. اوكي، انا هرد على دلوقتي بالتفصيل. دلوقتي احنا بنتكلم عن بيستا. ميرسي لك يا منى. ميرسي يا منى. دلوقتي عندها 30 كيلو زياده، زي ما لسه بقول احنا بيستا بنخس في الشهر من 8 ل 12 كيلو. بس هي عندها فرصه كويسه انها تخس يا دكتور. بالظبط، جدا جدا، ان هي واضح كمان هي مش كبيره. احنا نسينا نسال عندها كام سنه، بس واضح ان هي مش كبيره يعني. ففرصتها اولا في الخسيه كويسه جدا. النقطه الثانيه اللي انا هقولها لها بقى، احنا مش بس هنمشي على بيستا عشان نحد الشراهه اللي بتحصل والوزن الزايد، احنا هي الدهون اللي عندها الدهون اللي هي في منطقه البطن السفليه نتيجه مقاومه الانسولين. فانا كنت لسه حالا قبل ما ناخد الاتصال بقول ان احنا بيشتغل على الدهون دي وبيخلخلها كمصدر طاقه، وبيشتغل على منطقه البطن السفليه اللي هي بتعاند مقاومه الانسولين. طب هنعمل ايه كمان بقى؟ وده ضروري جدا. هي سالتني سؤال مهم جدا. يا دكتور انا بعد بخس على بيستا وده على ضمانتي في 3 شهور تقريبا هنخس الوزن اللي هي عايزاه وممكن ازيد. كويس. لازم 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 يا منى تثبتي انت او اي حد ماشي على بيستا او عامل دايت، يا جماعه التثبيت اهم من الدايت نفسه. انا لو ما ثبتتش 6 شهور على الاقل افضل ثابته على ميزان معين، صدقيني هنفضل نخش في اليويو دايت اللي هو انا بخس 20 كيلو وادخن 20 كيلو وكل مره ادخن اكتر من 20 كيلو، ونفضل نلف على الدكاتره المختلفين. هو اليويو دايت ده معروف ان انت بتنزلي وتطلعي. بالظبط كده. فاحنا عايزين بقى نتجنب القصه دي، ونتجنب المصاريف، ونتجنب العبء النفسي اللي احنا بندخل نفسنا فيه، لانه فعلا عبء نفسي كبير جدا. فبعد اذنكم اللي ياخد خطوه تجاه صحته ياخد بيستا ككورس بنتكلم عنه النهارده. مش مجرد انه يوصل الوزن يبطل، لا بيستا يستكمل. ماشي على دايت. شوفي انت ماشي على ايه، عملتي ايه. دي نصيحه عامه دلوقتي انا بقولها لاي حد. يا جماعه اللي يخس وزنه يعمل اتشيفمنت، نجاح يحققه، حافظ عليه. زي ما بيقول لك الوصول للقمه سهل، الحفاظ عليها صعب. فاحنا طبعا نحاول نحافظ على القمه، لان فعلا فقدان الوزن لصحتنا ونفسيتنا ده بيبقى قمه فعلا. فانت يا منى هتعملي كالتالي، هتمشي على كورس 3 شهور تقريبا، هتخسي ازيد من 30 كيلو بطريقه امنه. هيجي لك مع الكورس قلب مالتي فيت فيتامين، فيه كل العناصر اللي انت لا تتخيليها من الزنك والبي كومبلكس، وده المنتج الوحيد اللي فيه مجموعه بي كلها تقريبا. وفيه الزنك، فيه كل الفيتامينز بتاعت الجمال، وفيتامين دي، والكالسيوم، مغنيسيوم، بوتاسيوم. فاحنا بالتالي انت بتخسي يا منى، طبعا انت خارجه من حمل ولاده والحاجات دي كلها، بنفقد فيها شعر وبشرتنا. لان ليه بقى؟ مش عشان ده بيتعبنا، علشان احنا بناخد كل احتياجاتنا في الحمل عشان نبقى مهتمين للبيبي. ومجرد ما بنولد بنهمل ده تماما، فيبتدي يحصل تساقط الشعر وكل ده. فانت هتخسي بطريقه صحيه، هيوصل لجسمك كل الفيتامينز بقلب مالتي فيت، حرقك هيكون احسن، وهتحافظي على الوزن من ان احنا نستمر على الكورس. وبالمناسبه سعره اقتصادي جدا، فتقدري تكملي عليه 6 شهور، ده يستحق عشان تحافظي على النتيجه اللي هتوصلي لها باذن الله. نشكرك يا دكتور.